تعالى بقى نبدأ نحل الأسئلة بتاعتنا. أنا النهاردة بقى هحل الأسئلة كلها، كل الأسئلة، مش هيبقى فيه هومورك. ليه؟ لأن أنت بقى هتبدأ تحل الأسئلة كلها معايا تاني، علشان إحنا ما يبقاش، لأن دي طبعا آخر حصة في الشرح، فالحصة اللي جاية تبقى ريفيجن على طول، فمش هينفع أحل بقى هومورك وكده. فانت لازم تكون خلاص بقى مركز معانا في الأسئلة. احنا في أسئلة حليناها الحصة اللي فاتت، بس هنعيدها تاني. هنا مثلا من الأول خالص، ده مديني graphical relation between displacement and time. طالما graphical relation between displacement and time و straight line passing by origin point، بقول له البادي ده move at uniform velocity، وطالما البادي بيتحرك بيونيفورم فيلوستي يبقى سيجما اف ايكوال زيرو. احنا عندنا اذا كان البادي اترست سيجما اف بزيرو، اذا كان البادي بيتحرك بيونيفورم فيلوستي يبقى سيجما اف بزيرو. هنا طبعا displacement و time و straight line passing by origin point، يبقى اذا البادي move at uniform velocity يبقى سيجما اف بزيرو. هو بقى بيسألني resultant force acting on body، اقول له ايكوال زيرو. خلاص يبقى ده السؤال الاولاني. ناخد السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده نفس الكلام، graphical relation between the velocity وما بين التايم، والفيلوستي كونستانت with time، ما بتبدأ لا بتزيد ولا بتقل، فبقول عليها دي ها uniform velocity، بقول ان هي uniform velocity. طالما هي حالة uniform velocity يبقى الفورس قيمتها زيرو، يبقى الفورس قيمتها كام؟ زيرو. اقوم قايل لنفسي كده، ادي البودي اللي عندي، البودي ده اكتنج بكام فورسز؟ 3، اف 1 واف 2 واف 3. بيقول لي اف 1 واف 2 اوبوزيت تو دايركشن اوف اف 3، يبقى لازم اجي ارسمهم، احط اف 1 واحط اف 2، وقال لي اف 3 ها opposite two direction ل F1 و F2، يبقى F3 تحت، يبقى لازم مجموع الفورسز ال up equal مجموع الفورسز ال down عشان يطلع سيجما F بزيرو. يبقى انا اقول له في اللحظة دي F3 لازم تبقى equal F1 plus F2، فلو مجموع اللي فوق 10 ومجموع اللي تحت 10 بس الاتنين opposite direction، يبقى ده 10 وده minus 10، يبقى سيجما F بزيرو. يبقى دي الاكويشن الرايت، F3 بتساوي F1 plus F2، يبقى دي الإكويشن الرايت. أخد السؤال اللي بعده، بيقول لي which of the following statement doesn't apply على action والرياكشن. الأكشن equal reaction؟ آه طبعا رايت. Action opposite reaction؟ طبعا رايت. الأكشن والرياكشن are acting on same body؟ لا طبعا wrong. يبقى دي doesn't apply، دي ما تنفعش. طب نأكد action ورياكشن acting على different؟ أكيد. يبقى دي الإجابة المظبوطة. تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي the following figures represent bodies that move with velocity v under effect of two equal، يعني هما الاثنين equal. طالما هما الاثنين ايكوال في الماجنتيود اف 1 واف 2، بيقول لي كده the velocity of the body doesn't change in magnitude or direction، يعني uniform velocity. فاقول له طالما uniform velocity يبقى سيجما اف بزيرو. طب عشان اخلي سيجما اف بزيرو يبقى لازم مجموع الفورسز دول يكونوا عكس بعض في الدايركشن وايكوال، يبقى دي الاجابه المظبوطه. يبقى بي إجابة مظبوطة. تعال نشوف السؤال الخامس، بيقول لي الجراف اللي موجود عندي دوت ماشي بيونيفورم فيلوستي. أقول له طالما يونيفورم فيلوستي يبقى سيجما اف بزيرو، يعني أنا هنا ده الجراف بتاع الفورس، فين الزيرو؟ أهي الزيرو. فين الجزء اللي فيه الفورس بزيرو؟ أهي كل ده بزيرو. هنا الفورس زادت، هنا الفورس ثبتت، هنا الفورس قلت، إنما فين زيرو؟ هي دي اي بي هي اللي فيها الفورس بزيرو، دي فورس بزيرو، دي فورس انكريز، دي فورس كونستانت، دي فورس ديكريز. يبقى فين الفورس بزيرو؟ اهي اي بي، يبقى اي بي اجابه مظبوطه. السؤال اللي بعده،
بيقول الشيب موف توورد الساوث بيونيفورم فيلوستي ان ستريت لاين وان ريزلتنت فورس اون ذا شيب از. هو الاول طالما ماشي بيونيفورم فيلوستي ما تشغلش بالك بقى ساوث نورث. هو الشيب توورد للساوث ماشي بيونيفورم فيلوستي قيمتها 3 متر بير سكند. حلو جدا. في ستريت لاين ريزلتنت فورس بزيرو. طيب بعد كده بقى هو عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايكوال تو زيرو. خلاص ايكوال تو زيرو. بعدين بيقول ستاتيك هابوك از بليسد تيبل باي فورس داونورد. حلو. يبقى ده الاكشن. البوك عمل اكشن على التيبل. البوك عمل الاكشن على التيبل. يبقى الرياكشن العكس. يبقى الرياكشن التيبل يعمل اهو. يبقى التيبل يعمل رياكشن على البوك. يبقى الفورس اوف ذا تيبل اون بوك اهو. تيبل اون بوك. يبقى دي اجابتها بي. بيقول لي هنا لو الفورس اف 1 is applied so reaction force اف 2 is initiated. The angle between اف 1 اف 2 equals يعني اف 1 اتأثرت بيها so reaction force اف 2 هتبقى الاثنين عكس بعض اهو. اف 1 يعني نتيجة لوجود الاكشن. نتيجة لوجود الاكشن اهي دي الاف 1 دي اكشن خلاص. فاف 2 دي رياكشن اتنشأت يعني اتنشأت نتيجة وجود الاكشن. فالاف 2 تبقى هنا تبقى دي الرياكشن والاثنين ايكوال بس الاثنين اوبوزيت دايركشن. يبقى الانجل بتوين ذم 180 ديجريز. يبقى الاثنين 180 ديجريز لان الاثنين عكس بعض. هنا which of the following graph represent the relation between the value of action و the value of reaction. لما تبقى الانجل between them ب 45. ليه؟ لان انت لما تيجي تقول لنفسك الانجل ب 45 يبقى السلوب ده بيساوي 10 الانجل. 10 ايه؟ 10 الانجل 10 ثيتا يعني 10 45. 10 45 دي بوان. طيب ما هو السلوب برضو y over x. مين اللي على الواي؟ اف 2 على اف 1. فلو سووا 1 يبقى اف 1 بيساوي اف 2 وهو ده صح. الاكشن بيساوي رياكشن. يبقى دي الاجابه المظبوطه. هنا بيقول لي الارث تعمل افكت يو بتاثر عليك باي فورس 600 نيوتن. يبقى يور بودي افكت للارث باي جرافيتيشنال فورس قيمتها 600 نيوتن. لو resultant force acting on moving body vanished. خلاص يعني سيجما اف بزيرو. يبقى ده معناه انه ما عندهوش acceleration. ليه ما عندهوش acceleration بزيرو انما عنده uniform velocity عنده mass عنده displacement اكيد. هنا الجراف اللي represent نيوتن first law uniform velocity. البودي بيتحرك بيونيفورم فيلوستي. البودي اكس اكت اون بودي واي باي فورس اوف 9 نيوتن. الرياكشن فورس اوف ذا بودي واي ايكوالز نيجاتيف 9 نيوتن لانها ايكوال في الماجنتيود اوبوزيت دايركشن. كار موف على الهاي واي بيونيفورم فيلوستي. طالما لقيت كلمة يونيفورم فيلوستي بكتب كده ولاد على طول. لازم لازم. طيب ايه الفورسز اللي انت شايفهم في الصورة؟ اف 1 واف 2 دول لازم يكونوا ايكوال ماجنتيود اوبوزيت دايركشن. هما ايكوال ماجنتيود اوبوزيت دايركشن بس لازم يبقوا ايكوال عشان هما عكس بعض في الاتجاه فكنسل اتش اذر يبقى سيجما اف بزيرو. يبقى اف 1 لازم تساوي اف 2. بعدين برضو عندي هنا ده طول التلاتة بالانس. طالما بالانسز يبقى الفورسز ار ايكوال او حالة ايكوليبريم ستيت
يبقى reading of each of first and second balance is 100 نيوتن. 100 نيوتن الفيرست والسكند بالانس هما تلاتة. الفيرست والسكند بالانس بكام؟ ب 100 نيوتن. يبقى الريدنج بتاعت الثيرد بالانس ايكوال هنا دي 100 نيوتن دي 100 نيوتن دي 100 نيوتن. المفروض يكون كله ايكوالز، تلاتة ايكوالز، فالتلاتة ايكوالز التلاتة يكنسلوا بعض. ده كده وده برضو يبقى الاثنين، هيبقوا الاثنين هنا وده يكنسل ده ويبقوا الاثنين عكس بعض. هيبقى ده ب 100 نيوتن برضو، تدي نفس القيمة عشان يتكنسلوا التلاتة مع بعض عشان الانجل بتوين زين مظبوطة في كله اهي. 120 120 120، يبقى التلاتة لازم يبقوا ايكوال، فيش واحدة فيهم زيادة عن التاني في حاجة. يبقى دي ب 100 دي ب 100 دي ب 100، فالتلاتة يبقوا ايكوال، وفي الحالة ديت يدوا اداء على الثيرد بالانس، يبقى دي ب 100. بعد كده بيقول لي كده blowing up بالون and leaving it free. ماشي، البالون موف، يبقى انت مليت البالون وبعدين سبتها تتحرك، فالبالون بتتحرك upward في direction of air rush، في direction in the opposite direction of air rush. تمام، ليه؟ انت لما بتنفخ البالونه وبتروح سايبها، الهواء بيطلع لتحت بس هي البالونه بتطلع فوق، يبقى هي بتتحرك في opposite direction للإيرش. طيب بعد كده هنا in which of the following figures the two forces F1 و F2 may be in equilibrium. F1 و F2 may be in equilibrium، يعني الاثنين في حاله ايكوليبريم. طيب عشان يبقوا ايكوليبريم يبقى لازم واحد بس على نفس البادي، فكل دول نيوتن ثيرد، ده نيوتن ثيرد، ده نيوتن ثيرد، ده نيوتن ثيرد، ده الوحيد اللي نيوتن فيرست، لان الاف واحد والاف اتنين على سيم بادي، انما دول التلاتة مش على سيم بودي، دول ديفرنت، ده بيضغط بده بفورس فالتانية بتضغط عليه هو كمان بفورس وهكذا. حتى الصاروخ هنا بيحصل عملية اشتعال للغاز في الجازز نفسها، فيقوم ايه نتيجة الاشتعال ده يطلع يندفع الصاروخ لأعلى، فيبقى ده الاتنين مع بعض، ده اكشن ورياكشن، وده برضو اكشن ورياكشن، انت حضرتك بتدوس هنا فبترجع لكتفك لورا كده بتطلع الايه الطلقه، فديت اكشن ورياكشن، دي بس اللي على سيم بودي، دي اللي حقيقي اللي في حاله ايكوليبريم. يبقى ده كان اخر سؤال معانا كده، احنا حلينا كل الاسئله اللي موجوده معانا. دلوقتي فاضل امتحان شامل، حضرتك بقى تبدا تدخل تحل الامتحان، الامتحان في اخر الحصه، تمتحنش في البداية، احنا هنبلغ يعني في المنصة الامتحان يبقى في اخر الحصة. ولادي حبايبي وصلنا لنهاية الترم، اتمنى يعني ان انا اكون وفقت معاكم وخدنا المنهج من اوله لاخره وخلصنا قبل الامتحانات بحوالي اهو اسبوعين او ثلاثة، فمعانا فرصة الاسبوعين اللي جايين هننزل حصتين في الاسبوع، حصتين دول هيبقوا ريفيجن، هننزل حصتين فهيبقى عندنا اربع حصص ريفيجن. اتمنى كمان ان احنا هنبدا نراجع المنهج تاني مره كمان ونحل اكتر اسئله اللي كانت واقفه معاك وكانت عامله لك مشكله، هنبدا برضو نتعالج معاها ونحلها. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا الترم ده معايا، توحشوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيزيكس تحبها تحلها.